الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، كتاب التوبة أو باب التوبة، نحن نكسب عن حديث كعب كوي لباتناد أورنتي أدرا يو بحي لغلا دح بحي لها دروس إنك سيجار إنو تاباني إنو لشينا أهنا رنتي وح قفك مسلم كا وكوانا قاتو وحورون هانتي وكه اللي كعب نليش سجار كا وحي لسو قدبونا ذي وعنا رنتي تاريخ وحوي نليش سكو صبيري سي رنتي عنوان كون ويهي إن رنت يو قفك ولازمه إلهين إن فريق الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ولذلك أيضا مناسبات ده الكائن أتمت بأوحى ربع إلا تلمامه كان كعب صادقا كعب رمضان وأهرون تشيك جري وطولها الصدق منجن رمضان وحب البادسة رمضان وكب البادين ورهدو كعب سيدا أها قسدي سنة لقصة والرمل إلى حين أولي على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. مكي سالوا قصة الماضي قصة دتكي كهري أما با معركتي دبلو دقي شأني قودة إن غزوة دينا آمين لكن توبدو دبلو دقي فإله فلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هؤلاء الثلاثة كانوا صادقين صدح ذا أي بعضضوا أي خسيسي إلهي سجارة ما جورمي رون شجعيال بهايانة إذن كل اللي جرك هذا نقض هالكوي عيادة مكة على تنامي بعيادة هكذا بيح توحام بوضع ما كان أهل المدينة من حوله من الأعراب يتخلف عن رسول الله ولا يرغب بأنفسه عن نفسه ذلك بأن الصدق في الإيمان دي هذا كعب الصدق في القول عيادة هكذا من الصدق في الإيمان كدي بعيادة هكذا حال الله دونا الصدق في القول في الإيمان أقون وحقوق التموي سادرت وما كان المؤمن لينفروا كافة ضد حصاب برتان كدي بهذا نوح الله بحياة فلنتي يا الذين آمنوا يا الذين آمنوا قاتلوا لأنكم يلونكم من الكفار كدي مالك لقيبين يا عند علم يا كفى إيدي إيمانكم وزيادة مؤمنين إيهكو إيه منافقين تأه قرآن مركا صاصو تناسو قاسي تناسو كاسو يأيده ليه. هذا الحديث الذي لبعتنات عن أبي نجيد بضم النون وفتح الجيم بضم النون نون كأولو قدو نو وفتح الجيم جيم كأولو قدو نجيد مركب عساس مركب بضم النون نو إيو وفتح الجيم جيم كأولو قدو نجيد كدمنا لعقري نجيد ما جاي اسمه خاص ده ركال كوري نجيد با نجاد كوري لهي وكو ضبطنا يا الامام النووي ما جاي اسمه كو حليه عمران بن الحصين الخزاعي رضي الله عنهما مرك ابو نجيد وكنيديسا ما جاي اسمه حليه عمران ابن الحصين ركا وكسو جيدنا خزاعي بوها رضي الله عنه ويسجي أبيه رضي الله كم نقضعه إلى أن امرأة هويني ومن جهينة ريب جهينة وهلك كسر جيدة أيا أتت تمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبقى أتمد وهي حبلى والحال يذو حبلى أور له من الزنا ومركة أور زناء وده أو سده فقال دوحيت يا رسول الله رسول الله أصبت حدا أي أصبت ما يجيب حدا ما يجيب حدا وحان كل عي وأنا أصيبي حدا وحد كيني وحد اللي يقف لي إتهي رسول الله قال فأقمه علي أي فأقم الحد علي حد كي أوفي وانا الله يمد دم بوين بانقالي حد واجب سنة إيه أوفي
فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم نبي قال له اياري وليها اي ولي المرأة هوين اذا ولي قيل اياري اي ما بير. فقال نبي قال مكو حيري اي لولي المرأة احسن اليها قبل ده حجاج وكور هاي وهو شيد الله صعو. فاذا وضعت مركا يدجسو وإلمهن أركا يكسي الدعاء إلى شو قاي أم الشو فأتني إيمو أو فأتني بها أو إي كان يلا. ففعل نكسي بسمي هوين دي وال السجي إلا أركي دي وقتي يومولي هلقا جارو واي أم الشي مركب أم الشي كدب بنيكي سيدي النبي أبو فري وولي الأمر النبي أبو صلى الله عليه وسلم وأويري واتن دهوين إلى تيري كور هاي إلا أي كأم مشو وكيد أنا لصع كدي من إيك أنا تيري واتن أكتا لجوكتا. فأمر نبي الله نبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو فري فشدت أي أن تشد إن لحرحره عليها إيضا ثيابها دركي إن لوحر حرو فشدت ولا ودبري ولا وحر حري ولا ودوجي عليها إيضا ثيابها مريه أي حريت بل وحر حري. ثم أمر بها أي ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها أي بأن ترجم إن لك حيو أو حد مركا لقوه في فرجمت مركا صادق حلو الدليل. ثم صلى عليها كده النبي وكنت كده صلاة بكنت كده. فقال له عمر أي فقال عمر عمر باوحي له للنبي صلى الله عليه وسلم الكويري تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت تصلي عليها ما كنت كنيسة يا رسول الله والحال قبل أن قد زنت أي زنيستي وهذا الزانية ده ما كنت كنيسة. قال وحي النبي صلى الله عليه وسلم وحي توبك أنت قبل توبة توبة التي مت توبضى صلو قسمت هذه لقيم لها بين 70 تضبات روح هذه لقيم لها تضبات كاسو من أهل المدينة أهول رم المدينة لو سعتهم لا وسعتهم الجاري له. وهل وجدت عمر مياتها شيء أفضل من أن جادت وحكونا أكسونا ما أنت أهيني أي بحسي بنفسها نفسد لله عز وجل إني مسدد إليه سبحانه وتعالى هركا أنت ويهلك يكون ضيق ضي إن سدد إليه سبحانه وتعالى أقدمتي وحكوا أنا سلم يسمي لها مية جرة وحكوا أنا سلم عركت رواه مسلم. رمتي حديث كان الإمام مسلم أوري وحديث آدي أدول قفك مسلم كان مركو آد وكور قلا أو دول إستاغو مفردات كإقيبها كالدون حديث وحن بارسين هاي إجابة المسلمات دا فلك أي لا تميد يوحى أي ويردن ببحذي قف مركو دبء اللابطو ومركو ككلية قف مسلم تأ وهليلي كروح اللي يقان الإسلام الصحيح إسلام قوضة شيء قلنا متمسلمين با لغاية وضدك إليه داقن كو نغيره نغيره قف مسلم إسلام دبله قف كي ربي إنه أجاده جبردا بحر تدليله. حديث كم مركان قد قد بود الاستاجو أبو نجيب بأنه ورنيا هو الهواني رج هنا ما قعدنا له الشيء لكن إلي راكا كسو جيدي نوال الشيء راكا أنا كم هنا إني دهان محاون ما قع راكا ما شاء الله وش شيء ومضوا البابا ضد في عن إيه أنت ولي بل إيه يا شرف وجستا إن هوين سيدنا وكلا إكلا لطو مدى الله بعض حواكم مجبنا قفك إن ديغان كيس إبترسيمي سئن لشاقو هدان نقصان إيه هاسوليك إيه الدوريد إيه فخوخ أن لولاد جيدين حوين سيدنا كل جبنا إنا وعدا قضب ككلاء حالة المامة جبادا يدو أنه خلط وكنعي خلط كنا وخلط زناء حكم كالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وكرت بي وكا جواب اي قادنا وحد وحي موجين اسا جواب دا ايادا ان جور حلال هراء الصومرتي
حيالي جبر ده هدي أنا قف كبني آدم ك يعني جبر من دي هنا هدي أزينة وكل دعاء هراء أن أسوء جورسن هذا أنا بحاس هاي أصل كدين تمحيت المام مسأين بقى قرباش لولفته سورة أنزلناها فرضنا قرآن مرق إيه سبحانه وتعالى تمام وحوة المام الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة بدو الباب بقول قرب عشان اللي قلت وقرمه هدي روح زنا ذا قالي وهراء انا اسو جوسن اما هضبه اما هضبه انا كوجين جور حلال لكن هدو هراء اسو جوسن اي كانت تجان اما هضبه وجور حلال وكوجو زنا هدو كل عو وحلقه وفينا يا واحد حد كنا انها مركا نجح اللي قلت له وحنا موجينا نسكي كلا الشيخ والشيخة إذا زنايا فارجموهما ورنتي أي كم تأيارها حكم كود باقي قويها لكن أقرنتو هذا النسق وأنا وح ومضو أي أقبى شيء معنوي المصر ما ينيسو وحمي الأهل لوريديو وفكر خلدنا رنتي أد مودد إنه ملا أن وعنين لغا سوقاتي يودد واوين أن نقان أي كتغين هدانا وح خلدان إلي يراد آية الرجم ماشا بسو قليس بضانا نحيابا وحن وحن باري أبولوجيسي وحن وحن باري وح كلاماها وحرنا إنا رادي قلينا داد كلا داد كلا ووحي واركي إني هاشيين داد كلا مركي إنو وحي السؤال رجم قدينتين إقوري ساي ونحريز درد الله تي بايبل كبو كو قرين او جوديزم كو كو قرين انا اولي هاي should be stoned to death by قرنت لاي حين لغو دلو او يكو قرنت كريستانيتي كو قرنت مركا هولا ايا اي كتاقين هدي اي تاي دين تن سماوي غا الهي سبحانه وتعالى كو قر مركا وح قرن مركا مركا ان تفسير كا سوى مرنان هاد او ديران رجمي غا افكار تكال دول هذين نقول لها التيارات الإسلامية قاركوت هذين نقول لها المفكرين المعاصر كا أحبضن بها لكا كنتي كسو الشيء لكن قنانة كوحة أولها إن قفك هدو زينيستو زينا دون أي تهيتين لايقين إن حكم كان مركا لغا أوفيني أما قفك هدو سن إساق إسكيني سيدي قوانا ونوكالي مركا لواء الرموت با قوار ما حكم كان لأوفيني لواء الرموت بينا وين عدينو جفتو ولا عدايو لبا إقرار وأنا قفك ويرى هذا أنا سمي سيدي قبضهم أن المرخاتي واللو قدين وهو مركا ماشي أنت يوسف رسولة رسول الله وحانا يا جماعة بينا ما نسأل نقول وحانا أركي لبا روحه قل مجدي وذا كلام ما يهلك سيكو ذا جيرين ما يعد بان مقليني ما روح أنا أركي إنهم عدد سكود دقية تامة تابع حلو ما دخل وما دلو وإن النقطة وحلا تابان كروين النقطة دين تنسي وأتكي سوح سلامة لكن نبي يقول إن رسول الله فان سمي مركي لعلك قبلته ورنك انا قبيله وانت سؤال دون كتير لعلك قبلته النبي قال اسكت ده صلى الله عليه وسلم باي طريقه يكون جو جنكر مركه الشريعه هذا مركه اللي هذا هل رجميه وحسه لما بروسس كاس ان لما رو اي اداه واضح قبل ما هدي ايضا انا اسكيني لهين مقولتها انه حديث انت كان لها بارس دير بالقي لها هبل باير هبل بس حديث العام دينته القاضي دكتي وحل قل لها إجراء دا دودان لكن إذا إيمان كيدو إسوضة أي ماشي إنتي سوى متحتو تيميدو تيري رسول الله دم بي باقي نعم وحكو هذا ماشي كقاعدة نساء مسألة الحد ومضا وحكسو حد يوحكسو قصاصة يوحكسو لحر إذا وحي إليه سبحانه وتعالى ويسود جي إنه نور نوجدسته فإذا نوجدسته زيندونا إنا إتا وح آقا أفوالك محمود جنيه حكم كلا دول صار حكم لو ماها وحكم آدي أدو علوس وحكى لنا محل الدنبي قد دنبي علوس أرن كي سيدا أها أيام أنت واحد مودا وح سهلا إنيه وضط وكفتا إيكا دكتانا هبل إيه هبل الله يسكو قبتي هبل إيه هبل أسان سمري أصير على قصو قبتي عطب على قصو الضوبي يو أسان أما قفكي يوماش وليس يشتاق براح بشد وحن سمري هلا عقي صدولة تامر كوحي مجنسة دينة الإلهي هدان ضدك الغو تطبيقين أما شرع هذا الإلهي سيدي هدانا وضد الله مرنين إنه فساد كوسي بضني مركز فساد كوبطو أو كربشن كوبطان
ummaddu waxay ka sii fogaanaysaa raxmadda Ilaahay. Ha la yaabina marka ummaddu inay noqoto ummadaha ugu liita, iyadoo Ilaahay subxaanahu wa tacaala saa u sharfay, ilaa iyada meesha isdhigtay in maanta saa loogu darandooriyo oo madaxooda saa si kasta loo hirdiyay iyadaa isdhigtay, maxaa yeelay waxay banaala tahay waxaan macnaba ku fadhiyinba xakaamta Ilaahay subxaanahu wa tacaala. Mar walba waxaad arkaysaa baarlamaanada waxaa ka dhex guuxa dad noocyadaasoo kale, waxaa ka dhex guuxa bulshada dhexdeeda nin aaminsan inuu wax soo bartay, haddana waxaa moodaa inuu wax usoo bartay inuu diinta Ilaahay la dagaalamo. Shariica laguma dhaqmi karo, lama samayn karo, horta weligaa ma isku dayo. Walidaalika xaddu zina in la oofiyey kama baqay ilaa zaani mooyaane, in tuug gacanta laga jaray ma diiday ilaa tuug mooyaane. Haddaad aragtid xukun diinta ka mid a qof noocan maa diiday ee warka keeni, haddaad aragtay isagay far ku godantahay. Laakiin qofka mu'min hadduu yahay oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka baqayo oo uu ilaalinayo ee ma aragtay maxaarintu Ilaahay uu ilaalinayo caganayaasha aanu ka tallaabayn, waa qof isuba. Saa darteed waa muhiim in aan masaa'ishan iyada aan la fudaysan oo Ilaahay subxaanahu watacaala isaga inoo tilmaamo jalla wacala. Haddaba gabadhanada iyada ah iimaankeedu iimaan sahlan maaha. Baabu tawbatin waxaa lagu sheegay in Ilaahay dembigii uu ka dhaqi. Waxaa kaloo iyadan meesha laga qaadanaya ilmaha yare uurka ku jira waxa dembi inaanay lahayn oo waa garac eh, waa wacale, waa kisiye, iyo magacyada annaga unbixin waa bastaarda iyo maaha hal garaca maaha. Saa darteed waladuzinuhu wax dembi ma gelin, waxaa dembi galay labada waalid ama labada ruux dembigan galay, oo laba waalid yaan dhihin islaanta dembiga gashay iyo ninka ajnabiga ka ah oo labadooda markaa oo isu galmooda ayaa dembi iskale. Saa darteed waa in aan la dhihin waladuzinaha ilaa 7 baa la cadaabayaa oo dadka in laga dhex laga saaro oo la fogeeyo oo meeshuu kasoo baxaa ma aragtay laleeyahay may waa balaayo, dharkiisa haddii la dhaqan leh may wixii biyuu hadday meesha ku tifqaan khalaas gurigii waa rog maye oo kontan shay maaha, waa wax khaldan wey, isagu dembi ma laha. Ta qofkii iyagu si kale ama si kale ma aragtay u fogaan, laakiin ilmahan dembi ma laha, wuxuu ku ogaa markaa ma leh. Laakiin dembi waxaa iska leh labadii xumida ku raaxaystay ee dembiga iskale, iyagaan xukmi laga oofinayo. Waana muhiim masalada iyada inaan ku baraarugno. Waxaan xustaa mahalmaan waxyaabaha igu yaa kuwada waxaa ka mid ahaa muddo aad iyo aad u fog, baan meel ka mid ah Soomaaliya goboladeedaas baan joogay. Marka wiil yaroo 7 iyo 8 meel aan ku qiyaasayo, aad u salaad jecel baa wuxuu jeclaa mar walba salaada inuu yimaado masjidka 5 waqti ama fajr adigu imo oo maqrib ama duhur ama casr mutaageen. Laakiin Ilaahay wuxuu ku salladay muadinkii, muadinkii baa wiilka ma arki karo, wuxuu aaminsan yahay wiilka inuu yahay wiil garaac oo hooyadii xalaal inay ku dhalin. Way kaga dhigtay marka muadinkii in wiilka markas uu soo saandhiga masjidka inuu ka saaro. Waxaa dhici jirtay marka wiilka inuu si qarsoodiya oo kusoo galay masjidka marka salaada la xirto uu isyiraa imaamkii iyo muadinkii way takbiirsan, imaamka Allah muadinki markuu Allahu Akbar yaa soo geli jiray, kanna Ilaahay amarkiis wax u sheeg aduu kaala sheegay meeluu ka arka kaala sheegay markuu salaadu ka baxaya. Markaasuu kii bursanaya markuu masjid ka saara kadib wuxuu soo qaadanaya intaasoo baaldi oo sakeel oo biyo, markaasuu masjidka biyo ka dhigaya, markaasuu dhaqaya najiska najis ku dhalay, ma najis baa hadda daahir noqonaya. Markaasuu masjidka oo dhan wada biyo, markay xataa musallimiintu ay soo baxaan inay ku simbiraxdaan halka ku tuf marka ay ku kufaan bay halis u yihiin. Marka dabcan waa nooc buufis ka mid a xanuun, xanuunada ka mid a wey inuu wiilka diiradda uu saaro oo ku mashquul, laakiin ilmaha wax dambiya markaa ma laha. Wuxuu kula cuni karaan, way fariisan karaan, way joogi karaan, ma aragtay haddaad adigu guurin lahayd aday ku jirtaa, haddaad tarbiyeyn lahayd aday ku jirtaa, wax dhibaata markaa ma laha. Laakiin maaha in laba dembi ay gabadhii dembiga gashay ama labadii ruuxa zinada galay laba dembi inay galaan maaha. Oo dembi ah dembiga koowaad waa in ay zinaysatay, dembiga labaadna waa inay waddada ay tahay baakad ku rido meel qashin ay ku dhex turto, waa dembi kale. Bulshadana dembi kale ay kasii gasho oo markaa intii la fogeyn kara la fogeeyo, isagu dembi ma laha. Waxaa dembi iska leh, waxaa dembi iska leh dadkii waxaan markaa layimid ama asbaabtan sabab u ah. Marka waa muhiim masalada alxad iyada ahamiyadeeda. Haddaba gabadhan iyada ah nabiga sal alay slam marka loo keenay, nabiga cid ka raxmad badnayd markaa ma laha. Laakiin markay taagan tahay fii xad min xuduud illaahi jala wacalaa, nabiga sal alay wasalam sida ay taa u fulin jiray raxmadda ayaaba waxay tahaba
gabadhan in intii ay ku aakharo ay ku naar geli lahayd bay waxay tiri hadda rab adduunya laga oofiyo. Taa marka waxay muujinaysaa tawba taama inay tawba keento aakhira waxba kaga horreeyo. Xayna tan kale waa ilaahay subxaana watacaala taxta mashiicati in shaaca cafaa canha wain shaaca cadabha waa shani kale. Laakiin sida daahirka ah ay diintu noo sheegtay gabadha cid ka tayibsan ka yani ka nadiifsan oo maanta ma ay jirto sida marka naska meesha ku cad. Marka nabiyullahi Muxamed sallallahu calayhi wasallam wuu tilmaamaya waxaana muujinaya inuu laqad taabat tawbata low qusimat bayna 70 min ahli lmadiinati la wasicatum. Tawbada ay gabadha ay tawba keentay haddii loo qaynin lahaa 70 ruux oo reer madiina ah. Horta kow meel waxaad dhigataa 70 70-ke ree Oslo iyo ree UK iyo ree Yurub ree Scandinavia maaha maaha 70 min ahli lmadiinati oo meeshii muhaajiriin iyo ansaar iyo waa halkii rugtii islaamka nuurka islaamka uu ka bidhaamayo saxaabatu rasuulilahi sal alay wasalam ay joogeeno badriyiintu ku nool yihiino uxudiyiintu ku nool yihiino baicat alcaqaba alula waalthaani ay ku nool yihiino dadkii aad ogeyd meel ay degan yihiin 70 ninkiidii ka mid ah haddii loo qaybin lahaa way gaari lahayd bayd buu yidhi nabiga sal alay wasalam. Marka waxay muujinaysaa integrity gabadhan marka kamarada ma soo qaban lama soo qarxin say hadda dhahaan cid daba dhigatay marka malaha cod iyo fara lagama hayo laakiin iimaankeeda iimaankeeda meesha keena iyadoo dacaysan oo hoggaansan bay nabiga intay horta waxay tiri yaa rasuul allah. Tab waxay muujinaysaa iimaanka gabadha ay leedahay waana iimaan cajaa'ibtiisa leh. Qofka marka muuminka haddii intuu waaba dhacdaba zinadii oo maanta cid kaa oofinaysa marka malaha axkaamtaasu meesha ma shaqaysa maanta mucatala walilasaf axkaamtu ma shaqayso haddii ilaahay ku asturo adna asturo shibdhe ha sheegsheegin. Maxaa yeelay nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu tilmaamay addoommada ilaahay waxaa ugu daran dadka mujaahiriinta ah xumidii aad samaysaa sheegaysa facebookaa soo dhigaysa adaa iska warramaya waxaan sameeyey baad leedahay cod baad iska soo duubaysa magax kalaa samaysanaysaa ilaahay subxaanahu watacaala laa yaclamu man khalaq wahuwa allatiifu alkhabiir wuji kalaad meesha la imaanaysa waxaa leedahay anigoo saasa haddaba qodobkan isaga qodob baraarujiisa isku baraarujiy ah yani bimacanaa haddaad maanta isqalisid ilaahay subxaana wa taala iskama qalin kartid jalla wacala oo magac kale haddaad samaysatid oo aad wax isku magacoodid oo magacaaga haddaad aad luqo kale ku qortid lakiin ilaahay subxana wa taala kula socdaa. Idan gabadhan iyada ah wuxuu nabiga leeyahay sal alay wasalam tawbadaa bay tawba keen bal cumar khadaab baa waxaa leeyahy ma wax ka fadli badan baad haysaa. Cumar khadaab marka wuxuu gariibsaday arag saxaabata rasuulilahi sl zinada say ula weyntay rasuul allah weybay zinaysatay. Halka marka waxaa noo soo baxay laba mowqif ba cajaa'ibteeda leh saddex mowqif baad ugu dhegayso inuu nabi axsin ilayha gabadhan hagaaji tanzaniyada ah maaragtay faa'iidada aan lahayn hala garaaco oo axsin ilayha in la yidhaahda ha rajmi waa laga oofina oo axsin ilayha halkaasay ku jirtaa. Waxaa kaloo haddana ka qaadanaysa nabiga sal alay slam uu ku tukaday asalaatu salaatu nabiy sal alay slam nabiga qof xitaa dayn lagu leh kuma tukan jira sal alay wasalam munaafiq kuma tukan jira nabiga sal alay wasalam soo maaha xudayfa oo inuu ahay liiska dadka munaafiqiinta ay ku qoran yihiin kuma tukan jira sal alay wasalam. Markaasuu nabigu wuxuu ilahay haddana 70 ree madiina ah halkaa gabadhan iyada runtii halkaa wacdaray muujisay. Waxaa kor haddana laga qaadanaya sifada rajmiga loo oofinayo cowradeeda la asturayo cowradeeda la asturayo lama laha waatan mar hore way zinaysateen waxbaa u qarsoonaa hala israaciya maaha. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي قلت لو أن لابن آدم واديا لو أن لابن آدم آدنها إن آدم حدي هو هان لها أو أول هان لها واديا تق من ذهب كسميسا أما ذهب كبوحة أحب وحو جعلان لها أن يكون له إن هو هذان واديان لبتق laba togood kale oo jazaaka alkhayr ama laba kale mid kale uu ku darsado walan yamlaa ma buuxinayo faahu ay faaha bni aadama ibni aadam afkiisa ma buuxina ila turaab ciid mooyaan wax kale buuxinaysa markaa mala wayutuubu llahu calaa man yataab calaa man taab ciddii tawba keentana ilahi waa ka tawba aqbalaa jalla wacala muttafaqun calayhi.
تنا وحي موجينة الله بقضب قضب نو إن قصيايو ويتوب الله على من تاب وباب أن هذا كل جن باب التوب وحري لله وأنا هلك محل شاهد كوا ومرك حديث بيد دكان يو وهلك هو أما قدر ككلام زيادة نوعه ونا باب الزهدي ما لك كلام إمام نووي يسوع لين دونه أما إمام يسوع العليان عندها وهم موجين يا إن قفك بني آدمك وهنقل تاجا قولي ما يو باهي سنة يتهمل إيو جوكتين سنة إيو مالكو أكين ما أنت حلال إله إنت مبرر ويحمرك البسيمة كالتربتها إله وحنو بحنا إنت مرة هدان هي لا قولوا هدان هي لا قولوا هدان هي لا سجاري وهرادينيس هدان هي سميت كالتربتها حلال ده كما كي إسلانتو كنا أنا إسكال هندونا كنا كي عيالك مال كورون مركا مال غور بقف من هذا قدر جيه وباهي يسو يستاجي سه مركا قد كلا بيقول إلا التراب ومركا عيدا صال الله وقرأ وني كدتك كوغو لو نحريس وكون حريسا جعل وكو جعلي هاي بديل كا انتو سواق هذا عيدا مركا ساه كوغو رو مركا أمبو قفك بني آدم كحسي ليها مركا سوى النبي صلى الله عليه وسلم ولن يملأ فاه إلا التراب أفكه ساه وكال فران نبي استاجي ويسو باهي يسو مقعضه وغريدي ودوني وسو تاغي انو ساو اللي قوم برو حو دجينيه ممكن مهم ما اها وحنا حلال با ما حرام با بها كوكو سو قال مهم مركو يتوب الله على من تاب على قضاء الى الله هذا حديث كمحوية وحلال الله الله هنكرتا ما دام قفك اي كجد اجنتا ينقر الرئيس اي كجد اجنتا يوحو عنو او اللقاء اي كجد اجنتا وقاعدة ايات دواهنا اي تاوحن كو عنوال عنو او اي تاهي ما اردت انت ريح بالقادن لها انا قادن انت قلالا اي بوبل هد انا بوبل او مال او جو جيني انا هجرين مال كسو شلن او كأركو خلالات باك عاد عايا توبة توبة مركا كوفرون باب التوبة هدي شلن بن آدم اصا كو مرسستيد او اتكو دردرتي علي قفك الدين كقول هو علي فلي يتحلل مكو النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له ويح الله ويح كوفا كذي وحولا وين العلي سا استغفر الله وان الله كاسو مصو عنيس وسو حجيني مصو عنيس وان عمر يسنى ويلي يا بدال ما انتنا ديارة دان دود صار من القطرية نور عمرنا إثيوبيا نور عليك وجرتها حوالها بين آدم كه بالله والكتاب الشيخ وحكوس الشيخ وإن كان حقا آدمي رده قري آدم لهم بعد بنت عيلي قاري آدم لهم بعد وضعت عيلي كبا آدم لهم سات كي قاعدة سوء عيلي حوالا آدم لهم بعد بين آدم تات كي قاعدة تاد ولي كل راح يسنى سأسوء عيلي تاتك تري حوالا إذن قبان ولي آدم وقبان أسوء عيلي مركو مهم ويتوب الله على من تاب متفق عليه وعن ابي هريره رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي يقول يضحك الله سبحانه وتعالى الهي وقص لا الى رجلين لبانينو يقتل احدهما متكود ودلي الاخر كان كلا يدخلان الجنه كان هذا حالي قليل اما يدخلان الجنه لبدا سنين ويدخلان الجنه او مركا وحبها حالتين او نكرها اياها اي مركا كسيفيه حال يضحك الله إلهي وقصنا سبحانه وتعالى إلى رجلين لوان لبضى سنين يقتل ودلو أحدهما ميتكود الآخر ودلو لبضى سنين وده يدخلان الجنة جنة الجلية يقاتل هذا كما حقود قال في سبيل الله فيقتل ولا دلية ثم يتوب الله إلهي وكتب أقبل على القاتل كي قاتلك إلهي وكتب أقبل فيسلم وإسلام يوفى يستشهد مركز ويسوق مركز على كل شهيد حديثكم عن برسين الكو إن إله سبحانه وتعالى وكل شيء سوء النبي جنا وكل شيء إن سيد دان ودينه معنى ما صمينا سئنا ترى إله هو الله يابا إله هو جعل الله متكم بدك تقولته متكلا تقولته مركز سيد إن لو داعي أسلم كأه بدبادون يكجستا مد الله بعد الله بعد إن كويس دليل مركز النبي يقول عليه الصلاة والسلام مت كمده يا جنة الجلية محكم متيستي إنه ودد إلهي كشهيده ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيتوب الله على القاتل فيسلم توبة سوحي نقون كرتا هدي طبعا إن إلهي سبحانه وتعالى أو هل هيشيسيو إن ددك ددك أكد لي عفيان أما إيديك قاتل لأنه بروسيس بالإنه الشيء لمره ودينتو أي شاكتي دينتو حي شاكتي وضل مري شاكتي وقفكي للدلو فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل ولا نوشل إن علماء أيضا تلمام ليس إن
يدو تنبا الى تيس يدن على نو شيء. وعلى كل حديث هو تمام المهم ان اله سبحانه وتعالى توبد سو فرنت اما ادو زينا كنع اما حول عن اما ضد دل توبد وي فرنت وضدي توبد لو هي الهان ولا نو تمام اما ادو حدكي وقر ديبو ده هلغه او فيه اما حوله بن ادم كعلم اما ماشي اما ولا هل هي قصاص تاع مديني يعفسكي هل مر الباب باب طب وفر مجر الذنب طب الباب ليس اخرينه اله الذنب ان لا في مجر الا مرك الشرك لغا سرب ويغفر ما دون ذلك لمن شاء لكن ان الله لا يغفر ان يشرك به تعال باب كيد وحرين باب الصبر صبر كايو بابها قال الله تعالى سنت الماضي وباب كي صدحات الامام النووي عليه سمحيته ان هرمر يا ايذا يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا مؤمنين صبرا ولا صبرت مع عدوين سوره ال عمران ايات لا بقول الى ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع وناقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين وحن نكون امتحاننا وحن بقاءه وبقدنا جاج يحورهم هوس دعاء إذنك أو لإذا أمضت إنك دنتا مريه أو مركا بحواية أما باريه أو جائفة كتي مال إنت أنا ومصائبه صبر بأبها أنت هيو إنت صبر تاي الأب شاري بولي سبحانه وتعالى لي إنما وفى الصابرون أجرهم بغير حساب ضدك صبرا أجر كودا والله ميسا والله ما لو ميزامو حساب الأنبو إلي سبحانه وتعالى سيا إلى ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور قفك صبرة قفك نسكع فيه أمور تتهد اللي وقص ديواتها إلى فلاستعينوا بالصبر والصلاة وإن الله مع الصابرين وحد كاشتان صمري صلاة إلهي إن أنت صبرت أول الجرام إلى ولا نبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين امتحان ما بدمرنا إلا مركز الأوقات حد سيدة أجي هذه يكو يو مركا سمك بضان وحلا يا الإمام النووي مركو طبعا عيادها اسكت دول مريم حيا لي تفسير كيل إن بضان بعد أن أن سوء إلى لنا أو تفسير كيل دادو غير دارتين مركا فافاهين هو بعنا يدغ دودون بان مريا والآيات في الأمر عيادها قصة أرورا إن ليس فارو بالصبر ليس فارو يو بياني فضله صبرك فضلك أوليه إن العدياي كثيرة وإبده معروفة ولقا انت كلمة انت ولي نورسي ان كلي يعني ايادها الجيران بالينات لهم لكن ايوه انت وكبدي عن ابي مالك الحارث بن عاصم الاشعري رضي الله عنه قال وحيلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحيلي الطهور طهر قال سدي شطر الايمان ايمان كبركي وي. والحمد لله الحمد لله قفك انو هذا تملأ الميزان ميزان كيب حسا وسبحان الله والحمد لله أول الصعدنا تملأان ميوير النبي مسأل وتملأ ميوير روغا شكية وحج حيان ما بين السماوات عرك انت قد حيس والأرض لك والصلاة صلاة نور والصدقة صدقة برهان حجو والصبر صبر كي ضياء افتين والقرآن قرآن كينا حجة لك كوية وعليك أمادي كوية كل الناس دقوا من يغضوك الله يعني. والله والله بحي أصبح فبايع نفسه فمنهم وحاكم إذا مكا دقا ضريري شقاء هذي فوفي بايع مدبعين نفسه نفسه ديس لله إله بأسه الجينية فمعتقها أي فهو معتقها مركا وحراني نربك حراني أو موبقها مو هلاقي تقول الله من دول رواه مسلم طبعا حديثك هل قضب بالله سوقات لكن اسوق ما يستلم بالنسي شيخ رحمة الله عليه نبي قلت المعمى طهارة قاد صد إن يتها شطر الإيمان ودرسي فقه ينوط وارتين هبين دمنا معركة هبين كي حلق صوت عفي الفقه الشافعي الشافعي واتان صوت المعمى طهارة ضحيتة مركز النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله كالجيد وحيبو حين يسمي زنك الحمد لله الحمد لله مياه وقع سلاين سكسوا العلم كلي انت معركة لي لو لو ديه لعيد فورين لعيد ما لها فردين لعيد وحكا لكم مشغول لهم ما كان سعوتي أقل
أما هو سبحان الله والحمد لله إسرع سن يدنا عرك عرك يقولك أنت أقول حسين بحين سابع لي مركز صلاة دي لتمنى نورك إلا ده مركز صدقة دي برهان وحاولت أقفك كان إلا قف صدق الله بحي عداد أريد توقف إيمان له حال حوله وهلك وشيطان كبر سمها دكتور الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه فضلا والله واسع عليم شيطان يسوي وربحيني وربحيني وفقري يسا بوغي ميو كو كادم بي جميع هرات بحس كان ما تدرس حالات بحس ما هذا تدرس شيطان كو كور يستاغي لكن من القفك واحد صلا حرقها قوسطا يرى ذو مجو جني واتن بقات تكدق وماشي سو صار برهان وتاي ايمان كيس صبرك وبابك وعدني هنا وافتين يعني قفك إله سبحانه وتعالى قفك قف مكسر بنيه مد معنوي مد كلام إله وكم وجنية قرآن كصومه قفك صو قرآن أغريه أما دوس كقيباية ما موجين يسألني يا خف ما أردت خلاصة بل قرآن كواحد دعي كرت إنه حجك وقول نقضه هذا نوقع عمل فريني وقد كنت ما نيسي رب قائل للقرآن والقرآن يلعنه حبض قف قرآن كأقرأني القرآن كان والله نظير ضد حجر أقرأني لكن لا يجاوز القوم القرآن حناجر أما تراقيد هذا ما بدافع كالحمها ما بدافع أما حنجر هذا ما بدافته حاله النبي صلى الله عليه وسلم ناطق نامه قف قارئة أو يوم القيامة مرك الله كيانو يا الله أنا قرأت وأنا أقرأ أم حد أقرأ سي هذه قدرت برمية هذه قدرت يوم ماذا أقرأ نين كان عطق روح سنة هل يرى وقاري هل يرى ما يعقوه هل مرد سمينيس البرتي الرادينيس نارتك التور علمي وامح عالم هل يرى نارتك التور كي حوله لبحي استصص بيكا هذه إن الديل ستا هاد موجينيس تانو وجدتا مركب سنة بيكو حيرا صلى الله عليه وسلم مرك الله كسوح على صوت بحين أبو صبح قفك مركه قولي انت هذا كل عام اوردي بمشتر بساكي كجرتي اما نفسد واد هلاكتي وحا لاتي من وحا الله وحي هلاكي لها كانت حمطي كانت وحكا معدي كانت ازدهم مرسي اشاء الله ما شاء الله ادي وحبا سميسي دوما سو خربتي وقف مركه موبقة يقف انتو صبح سوي سوء المسجد في ميزه وصف كيسي قبصدي ووردي ودقاقي وضدك وحتري وحي لبحيني وحكا بحيي وضدنا انا وحيالين ومضوا وتاقناي قفك إساقنا فمعتقها وكان نفس الدائية الحرية وعك حرية إني هلك سنته أنا بسعيد سعد بن مالك ابن سنان الخدري رضي الله عنه أقول أن ناسا ضد ومن الأنصار أنصار تكملة يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قال له حويديين صلى الله عليه فأعطاه مركز الشيء ثم سألوه هذا مركز الحويديين فأعطاه هذا الشيء حتى نفد لا وكان ماذا ما عنده روح النبي اكتيسه روح هيست النبي صلى الله عليه وسلم طب عاده وتاه يعني رسول الله نصي وصي رسول الله نصي وصي الا النبي صلى الله عليه وسلم وحي وحيست بقى اذا ماذا فقال له مركه شو كير حين انفق كل شيء مركو وح والبؤ بيدي يعني كل مركو بحي بروحي ما يكون عندي من خير وحى عن هيستو حولها فلن ادخره عنكم انك كيسن مايو وان انسي وان انسينا يا وحي الهي جعنتي سو غلي ومن يستعفف قفكي سدور سنادا يعفه الله الهي بدوريا ومن يستغني قفكي ديق تومنا يغنيه الله الهي ما قول الهي ما ديقيا ومن يتصبر قفكي الصبر سيا صبر اسك كاننا يصبره الله الهي ما صبر سينا وما اعطي احد قفنا الله ما سين عطاء سيسمه تاسو خيرا كوناكسا وأوسع كبلارا من الصبر صبرك متفق عليه حديث كان نوح تمام يا بلكي النبي صلى الله عليه وسلم ضد انتي ما دين وحوي ديستان انتو سي هدان دين لو صلى الله تسي إلا النبي صلى الله عليه وسلم انتو هاي فريسي دي كبحين كده بيحو لي هاي وراني قوحان هاي السو النبي صلى الله عليه وسلم جواد بقى ديقسي بقى صلى الله عليه وسلم مروا بقى عنتي سوي فرين يعني حتى نفد ما عنده حلقة قادنا يشيل بما سهر وعلي كرتها إن وقتي كان حديث لنوشي سورة قلوي الله أعلم إن بكب أجن الحلقي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم عائشة إلا دعي وحنا صامر يدير وقتي أدو دي ربي لي إلا رب الوضع ولا بدي مدمدو بيد موين وحكى القرية يعني أولين أو بيئي تمر حكى الماشي ميالا
runtii dhagax caloosha lagu xirto masale yani xalaasaas soo mirdi iyadoo saa ay tahay haddana nebigu wuxuu ka fikiri jiray dadka kale waalihtimaam bilgayr tii khudbada shalay nagu soo marta wey markaasuu nebiga sal lay sl wuxuu leeyahay waxa la wixii aan hay waan la siinaya laakiin wuxuu u raaciyay afar qodob buu ku baraarujiyay kow xifada inay muhiim tahay qofka inuu dhowrsanaado si kastay kaaga jajaban tahay idaa tusibka khasaasa fatajamal hadday gaaja ku hayso isqurx si kasta intaad bini aadam ka diqtoomi kartid isku day wado walba umar inuu kusoo ridata mooyaane waxyaabaha ducadeedana waxaad ku dartaa anlaa yuxawijaka ilaa axadin siwaaha ilaa khalqihi in ilaahay aanu kuu baahan qof bini aadama ilaah albaabkiisa waxaan ahay inaadan u baahan marka nebiga sal lay slam wuxuu leeyay qofkii dee dhowrsanaada ilaah baa dhowraya qofkii deeqtoonada ilaah baa runtii deeq siinaya xifada nooc kalena way noqonaysaayo xifadii caadiga ahaydna waa loola jeedaa markaasuu nebiga sal lay slam marka wuxuu leeyahay waman yatasabbar yusabbirhu allah qofkii sabar marka waman yasbir nebiga ma dhihi waman yatasabbar buu haddaad aragtid ficilka mabnihiisa fi lugha alcarabiya oo lagu soo daray ziyaado haddaad aragtid waxay muujinaysaa shuqulka la rabo ficilka inuu guto inay tahay shuqul akastra dheeri ah soomaaliga waad ka helaysaa ingiliishkaad ka helaysaa lugo walba lagu hadlay ka helaysaa yani micnaha ziyaadada iyada waxay muujinaysaa in ma aragtay wax kale ay kusoo kordheen marka sabirka laga hadlayo yaa tasabbar qofkii sabirku adag yahay wax aad u adag wey mar qofkii sabar iska keena wey macnaha sabarka dhaliya oo raadiya gegsi iyo dulqaad iska keena oo isqasba nafsadu ilan ma ogola nafsadu ma ogola waa isqasbaysa ilaahay subxaanahu watacala sabir siinaya buy markaasuu nebigu wuxuu yidhi cata ka yani wax ka ballaaran oo ka waasicsan oo ilaahay subxaanahu watacala qof bini aadam gacanta u geliyena oo sabarka ka weyn malaha buy nabi sal lay slam aayaddan waa soo martay inamaa wafa asaabiruuna ajrahum bigayri xisaab وعن ابي يحيى بن وعن ابي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه حل قوله قال انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لامر المؤمن عجبا يا لامر المؤمن مؤمن كامر كيسة يا طوى هذا ان امره امر كيسة كله لمات له انسان كي مؤمن كاها خير بؤيا وليس ذلك كان معها لاحد وما اهان wax walba inay khayr kuu noqdaan uma ahan qof kasta ma helay ilaa lilmu'min mu'minka unbuu wax walba khayr u yimi in asaabathu haddii ay ku timaado saraa wuxuu ku farxo uu la kowsado shakar ilah ba mahadnaqaya fakana khayra lahu fakana ashukru khayra lahu inuu ilaahay u mahadnaqo ayaa u khayr badan wain asaabathu daraa'u dhib hadduu ku yimaado oo ay asiibto dur uu asiibo صبر وصبر وصبر فكان خيرا له فكان الصبر خيرا له انه صبر ايانا وناكسن بولي هي النبي صلى الله عليه وسلم حالا ضرب كل شيء قد بونات نلش الدنيا رب رجيل لا ده اذا بدل كده لا ده لا فلا يسوى عيش بلا كدر من سره زمن ساءت ازمانه وقبل يقول لي هي نلش مره بابا ديب كده وضعتها ما انت هدات فرحسنتها بلي ما فرحي كرتي maanta hadday isugu kaa toosan tahay nambaradu isku aadan yihiin beri way kala daadanayaa maanta haddaad caafimaad qabtid xanuun baa ka dambeeya haddii jeebkaagu buuxo faqri baa ka dambeeya haddaad faraxsan tahay murugaa ka dambeysa labada xaaladoodba ajir ka raaso xaaladuba kula soo gudboonaataa ajir ka raaso oo ha noqonin insaanka dabiicida ilah uu tilmaamo fa ama linsaanu idaa ma ibtalaahu rabbuhu fa akramahu wanacamahu fayaqul rabbi akraman laakiin markii taqdiir ama risqiga lagu adkeeyo ربي أهانا بل قف من آدم إلهي ذا نقول تلمام إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا قف من آدم واسيدة صوك سيكولوجيا قف من آدم abnormality باك جرت مدبا مر بلو ديلي ما قف معركتي سغن ما وحمد دا مر بابا حوادثة إمانة يسا إعواردتها إمانة يسا إلهي سبحانه وتعالى وصبابه إني مر بلو يسلو روي يعني maantan wuu qasbo annahu adxaka waabka ilaahay baa yidhi maantan wuu faraxsanyah berin wuu murugaysan yah waxaa la rabaa marka murugadiina inaad ka miro dhalisid in ilaahay subxanah ajir kugu siinayo dad baa kaa dhintay ajir baad helaysaa gacmahaagaad maran ajir baad helaysaa xanuun baa ajir baa kaga hel
كهليس لكن هذا ليش انا حاني كليه دبك وي هسه دتكم وين نبات طبعا انت اكيد هكون مشغول اضبح لك صومري كان ما انت فرت كوفي في قيس مر وصرير صارنا الله سعتي مرك الى سبحانه وتعالى قف كده يسوق الدره اما الى هي ودا اني وجوكتين اذا هالكيدي لكن مره بين انا دقات ما لا الا انا سو دعين وحس كهر كهر سمر كاسو وعن انس رضي الله عنه قال وفي انس لما ثقل النبي مركو صلى الله عليه وسلم جعل النبي قد قال يتغشاه الكرب ان كربكو ايمانيس مرغو النبي صلى الله عليه وسلم فقالت فاطمة حيتين مركو حلقة حلقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحلقه قدن بي ونواشن وفاروق ومركو حرار وقال لقى حلقة وحيتين وكرب أبتا أبي كل بديسي فقال النبي ليس على أبيك أبها دشي سماها كرب كرب بعد اليوم ما أنت كذب الكاسي كنت تجد أن تابعها شو لكن النبي مركو حرار وحالة دنبال وجهه فلما مات النبي مركو لنتي وقريس اللي صلى الله عليه وسلم قال دحت يا أبتاه أجاب ربا دعاه أبايو أجيبي ربي أياري يعني معنى إلهي سبحانه وتعالى كويرت يا أبتاه جنة الفردوس مأواه جنة الفردوس أهي هي سي أهيلو يا أبتاه مركا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قيري وحنون كويس فاطمة إلى جبريل جبريل بأن نعاه أن قيريس ورمينا إلى جبريل بأو من جرين فلما دفن النبي مركي إلى حبالي أو إلى كالبيجي قالت فاطمة وحيك رضي الله عنها أطابت أنفسكم ونفسدين وحيك وانا أي كطيب وذي مياد بكفر أحسنتين وكلو نفسدين وحيك وحسل انتهى أن تحثوا إن تكركتان وتكشكتان على رسول الله رسولك محمد صلى الله عليه وسلم التراب عيد رسولك العيد كل رئيسا تنوح المجنسة فاطمة وإن أنت رسولك صلى الله عليه وسلم إذا ضن الروح الدمرة عند لما تنا آباء كلي ما هو خير خلق الله والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يا مركة كان مركة ما لقاها اللي ما يو شنو آباء يا حلقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قف ما قف عالية ماها هذو الصحابة أهم بابا سهلانان لأن هذو تابعي كبا الدرنبا يعني إساس وكالي نقول لكن هذا قفكم ما أنت دنتي ونبي الله محمد صلى الله عليه وسلم مركة فاطمة رنتي مركيبة أرنكا ولف القشي إيضو رنتي تلماميسة نبي محمد صلى الله عليه وسلم يريس إني كرباء أحي مركي لحبالنا تو أروح دمرو لكن كلي كما أكينينا محلان هاي يعني أبوها ونبي محمد صلى الله عليه وسلم مركي أركته وصلى الله حباله ايو حل ده ما انت ما وحي نفس الدين نور اللي كنت هاي مصاصه دكو حسين انت النبي صلى الله عيد مركا كروكتا اذا طبعا هذا لا بد انا اقف بين ادم كسو دا فمركي سدان او كلا اما مرغها قف مرغ تو قفك او موجيني رون هانتي قفك مرغ بي كو امن كرتا ان ده هو المين كرا سيدي حديثك كو خيغاي موت ما من دون باذن الله سبحانه وتعالى قفك دو سمح وحن ام كو هلين باذن الله سبحانه وتعالى خير بالله رجيني المهم حديث كان يسوي جريد انه نوصل مرئ سوداد حديث كان كسو جبين وعن ابي زيد أسامة بن زيد حارثة وعن ابي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي مولاه سأه وحبه كي وجعلان اه وابن حبه كي وجعلان مدو دلين اه رضي الله عنهما قال وحيلي ارسلت بنت النبي نبي صلى الله عليه وسلم إن أنت سي أي النبي أو عدرتي فرين بأو درتي وحي ترى إن ابني ويلكي قد احتضر حرار بمريا وقت ونف به لها بالقارة فاشهدنا نصوها لي النائمو ونصو حاضر فأرسل نبي صلى الله عليه وسلم إسنه ودري قف بودري رسولا بودري يقرأ السلام سلام تجارسيني قبل سند الوحي وسلام ويقول النبي سوى كله قف كافر سيدها لي إن لله إله وحوى هذا ما أخذ وحو قاتل وله إله وحوى هذا ما أعطى وحو بحية وكل شيء شيء والبو عنده يسوي أكتس هذا بأجل مظل بو كل حرين تاسو مسمى لما يعدي أما لما يعابي
فلتصبر إن أنت إذا صبرت ولتحتسب هنا أجر قرصة أجر بها كثير دون طلب. النبي صلى الله عليه وسلم ماشي للربي مركي إن أنت يكون ترئيمه ماشي للربي إنه آذه بوفرين سيدي وعكويل وحادي قي قارسي ساعة إني سمرته أدور إن أنت إلهي بها لتجي ودل على قاتل إساقا شرع إن السي ما أنت إساقا قاتل وحوال بار وقت جاري ليهن سمر كون هبا ديسو انت شكوية نبي قرر مركا ما تجي فأرسلت إليه مركا هذا نوسو عدرت تقسم عليه يضع لا رانا يسو لا يأتينها وأنه إيما ذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلوات ربي وسلامه عليه وان ربع بين ذلك. فقام مركا النبي صلى الله عليه وسلم والحال معه لجل سعد بن عبادة لجري ومعاذ بن جبل بن الله صعبة وأبي بن كعب بن الله صعبة وزيد بن ثابت بن الله صعبة ورجال رجب الله سبحانه رضي الله عنه الله كرامه صحابي انت ماشي لف الدين مصبح بيه ولا يري ماشي وتجي فرفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الله صلى الله عليه الصبي يرى وان انت عند شيء فاقعده في حجره مركز دبتيس صار وكفريسي فاقعده وكفريسي في حجره دبتيس والحال نفسه اي نفس الصبي كير نفس دي سنه أي تقاعقع أي مركها أي ساعة يسو بران بريسو ودق دقاق يسو نف بحيا مرك يعني حو كجرة حالات لو يرين بو كجرة نيو مركو عارك إلما هي الحالات دو كجرو ففاضت وحاش شبنتي أو شبمي عيناه الويس إن دو النبي يلين بو عشم وعي فقال سعد بن يا رسول الله ما هذا وإن انتو نمحيت طبعا مركا سعد مركا وحوس ليه هاي سمر إيو وابلو شكوغا محيت إلا انت رسول الله فقال بحر هذه تتضوء إلى أنت نذر كيسان رحمة وإن حريص تصل جعلها الله تعالى إلى هيئو يالي في قلوب عباده الدوم الذي سلا به وذي بلح يالي وفي رواية نوحة لح هذا في قلوب من شاء عد إلى هيئو الدون من عباده الدوم الذي سقلوبته إله لح يالي وإنما يرحم الله إلهي سوف أن حريصا من عبادي الدوم الذي سحالك حق وذحالك هذين الرحماء قوى النحريسو النحريس إليه سبحانه وتعالى متفق عليه. ومعنى تقعقع أي تتحرك وتضرب ودقدقاق يسويس برنبري ساو الضواه ما يشرح عن أم وقته النبي فرنت ودري بحر العيد فلتصبر ولتحتسب النبي في هذا الكابي حضنا النبي مركو ماشي متو اللي ما اسمه الديدة يعني وحال الديدة يا قفك إنه هذا الراعي ويرى ذهب لنا ودي تماهين كيس لنا هين ودي تماهين أما والله مجي ودم المجراعي جاب جه حيتان كي عيد ما دخل يقول رجعنا تامر كي تكتال الديدة لكن قفك قف دنت أنا دول اللي ما يسمى اللي ما يكاتي ما هو وابر رحمة وحمودين يسال رحمة إله قلبك وياه بل نبي يقول تنا صلى الله عليه وسلم في قلوب من شاء من عبادي قفك است ما اللي ما يمرك غيره ده اجتماعه هل يا أبا هلك سا لو رغيو ماشي عيد ان انا معرفتي نورمال اسكت لكن يقول في قلوب من شاء قف قص الى سبحانه وتعالى مصير ورحمه جار مركز النبي يقول انما يرحم الله من عباده الرحماء اله يكون نحرسون حريصا وفائدك الحديث هو متفق عليه هكذا في استاذنا بالله التوفيق.